كشف نائب رئيس هيئة تخطيط الميزانية في الجيش الأمريكي ديفيس وولش إن القوات البرية تنوي نقل معدات عسكرية إلى أوروبا في عام 2019 بقيمة مليار و300 مليون دولار في إطار مبادرة الردع الأوروبية. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الأمر يدخل في إطار ميزانية العام 2019، حيث سيتم إعادة نشر لأربعين دبابة واثنين وستين صاروخا من نوع كروز إلى جانب 66 عربة مدرعة متعددة المهام. وذكر وولش أنه لم يتم تحديد الدول الأوروبية التي سيتم توجيه هذه المعدات والأسلحة والتقنيات إليها، كما قال أن هذه الأرقام تقريبية وليست نهائية.